لأنه المناسبة بتقتضي أنه نكون على حقيقتنا وعلى بساطة الأمور، ولأنه هذا العيد هو أهم عيد بالنسبة لنا، عيد الأم، حبينا كل الأشخاص يكونوا معنا يكونوا كمان على طبيعتهم. مشان هيك اخترنا أنه تكون ليليان نمري ضيفتنا بعيد الأم. ليليان بنت هالشارع، بنت هالمنطقة، كل سنة نحن تعودنا نحن وياها بجعتاو بالبال. أول ما ندق لها تليفون بقول لها ليليان جعتاوي، بتقول لنا أنا معكم. فأهلا وسهلا فيك ببيتك بمنطقتك بقلب الأشرفية. أنا اللي بدي أقوله إنه أنا كثير بكون سعيدة كل سنة لما بكون معكم. روح الحنين للجعتاوي، للأشرفية، لقلعة الصمود كثير كبيرة. دايما بحيي كل ام شهيد توفى بالاشرفيه، وبحيي كل ام ناضلت اللي عاشت اكثر من 35 سنه بالملجا بالاشرفيه. انا بحيي روح امي، لانه من امي ومن كل النساء اللي قعدوا 35 سنه بالملجا شافوا الموت كذا مرة، وينزلوا تحت القصف ليجيبوا الخبز للحي كله، يأمنوا الحليب للولاد، يوقف القصف نطلع لفوق ننشر الغسيل، نطبخ طبيخ، ناكل كلنا سوا بملجأ واحد، وكان في من كل الطوايف ومن كل الانتماءات بملجأ واحد. يا ريت لبنان يرجع هيك، يا ريت، بتمنى من قلبك. ما كنا نفرق، كنا نلعب ورق مع حسين ومع محمد ومع جورج ومع مصطفى، وتنزل القذيفة ونصير نضحك ونصير قال شو نسميها هيدي هاون بي 7 مدري شو، قال انه نحن نتذاكى انه هيدي قذيفة بنعرف اسمها مظبوط. اكيد كل هالايام ينذكروا وما ينعادوا. انا ما بحب اني اذكر كتير ايام الحرب، بس لازم نوه، لانه فعلا المرأة بنت الاشرفية عانت كتير وقضت كتير وشافت كتير، شافت ولادها عم بموتوا قدامها. أكيد الله يرحم كل الشهداء. تحية كبيرة للأشرفية كانت وبعدها ورح تضل ملفة وبيت مفتوح للكل من 40 سنة وبال2006 واليوم ولا بعد 100 سنة. الأشرفية ما رح تتغير، الأشرفية رح تضل كبيرة بأهلها وبأحبابها، ومثل أي منطقة بلبنان، كان بالجنوب أو البقاع أو أي منطقة. يعني ما بدي أذكر الكل، عندي حنين بكل منطقة وفي أمات كتير بحبون وعائلات بكل المناطق. بدي أقول لكم كل سنة وأنتم بخير، وبتمنى نواب الأشرفية والوزراء اللي طلعوا من الأشرفية ونسوان النواب وكلهم يكونوا إيد وحدة مع البلديات ومع الشعب، وما ينطروا نهار الانتخابات. هاي كلمة دائما كل سنة بقولها، بس إنه بحبهم أنا، يعني مش بإيدي. إنه بهيك يوم بعتبره أنا أجمل عيد بالدنيا. يمكن أنا متعصب زيادة عن اللزوم للأم، أكيد بحبي لأمي من أمي، يعني تعلمت الحب معنى الحياة من والدتي. بس اللي بدي أقوله إنه هذا العيد بيمثل كل شيء بالحياة، بيمثل العطاء، الحب، التضحية، الحنان، النضال، الوفاء، كل شيء بهالدنيا حلو هو بيتمثل بعيد الأم. أنا مش بس إنه طالب دائما بحقوق المرأة، يعني طالب أو بكون مع حقوق المرأة، فقط إنه المرأة يعني بحياتها الاجتماعية، بل بالعكس أنا مع الحقوق الكاملة للأم قبل كل أي، يعني أي امرأة سواء كانت متزوجة أو مش متزوجة. الأم اللي أعطت، وخاصة ببلدنا، ببلد مثل لبنان، اللي عم تعطي عن جد، اللي بتقدر تنتج وتقدر تربي جيل بوطن ما حدا عارف كيف بفيق الصبح وكيف بينام، فتعتبر بدها عن جد كل التقدير والاحترام. تحياتي لكل أم موجودة معنا، تحياتي لكل أم بالأشرفية ناضلة ولأهل الأشرفية. أنا كثير مبسوط إن اليوم موجود معكم، وبشكركم إنكم دعيتوني لأكون موجود، وإن شاء الله يا رب إني أقدر أضيف شوية بسمة صغيرة بس على وجهكم. كنزي لو في من حروف الهم
اكتب لك شغل لو في حق تحلي واختص للعمر كلمي اقدر فيها ابني عبر عن حب شوقي لو في حق تحلي واختص للحب كلمي اقدر فيها ابني عبر عن حب شوقي لو عمري بعيش عمري شوفك يا ماما انتي كل الدنيا